السلام عليكم مشاهدي قناة باسيون دي باستا سابوري دي كازا. أول فيديو هذا بغيت نحطه في القناة ديالي. مهم، بغيت نشارك معكم السفر والطريق اللي درنا من شمال ديال إيطاليا حتى الجنوب، بالضبط في مدينة برينديزي اللي هي واحد المدينة سياحية كتميز بواحد الجو الجميل والمعتدل بناسها وتربطها وشواطئها الخلابة الهادئة والمريحة لأي واحد من عشاق البحر اللي كيعجبو يدوز العطلة ديالو في البحر. يعني بصراحة كنصحكم تمشيو لهداك البرينديزي، وفي المناطق اللي في الجوار ديالها كاين تارانتو، كاين كامبو دي ماري، يعني بلايص لأي واحد من عشاق البحر كما قلت لكم والعطلة الصيفية يدوزها فيه. كاين فيها أي حاجة تحتاجوها من أجل الاسترخاء والجو النظيف والأكل طيب، واحد الماكلة زوينة وبنينة، عندهم داكشي زوين بحال المغرب، لا فوكاتشا والبيتزا والباستا وزيت الزيتون، يعني داكشي والحوت، الخضرة، فواكه، زيت الزيتون اللي معروفة بها المنطقة. وهادشي كله إن شاء الله عادي نشاركوا معكم في الفيديوهات اللي سجلت في الطريق باش تشوفوا كاع ديك المسافه اللي دوزنا منها ملي دخلنا البوليا، وكلها غير خضاري واراضي فلاحيه. وسجلت صراحه في الطريق وحتى المدن اللي مشينا ليهم في يعني في داك الاسبوع اللي دوزنا تما رائع. المهم باختصار، الهدف من هذا الفيديو غير نعرفكم بالقناه وتشجعوني باش نضيف ونزيد ونشارك معكم اي حاجة درتها، الفيديوهات اللي الحاجة اللي تفرحني وتفرحكم. وكنطلب منكم ما تبخلوش عليا باللايك والاشتراك في القناة، وكنعتذر لكم على الا كان شي خلل في الفيديو لانني اول مرة كنديرو، راني يلاه بادي بداك الشوط البسيط يعني للمبتدئين، مازال ما عنديش تجربة في المونتاج الفيديو هذا. يعني نتمنى ان شاء الله تحس للقناة في الفيديوهات المقبلة ونكون عند حسن ظنكم. وبالنسبة كما شفتوا حتى هذا الفيديو يعني ماشي ما بيناش فيه بزاف بزاف الحوايج، شفتوا غير هذا البور هذا اللي دوزنا فيه غير واحد الوقيت، وكنا خرجنا غير واحد هكا في الصباح مور الفطور فاش فطرنا، وفي هذاك هذه يعني لو بور تما داك الكوارديا ديال العسه ديال الشاطئ ديال البور ديال الباطويات اللي كيحبسوا ديال الصيد ودال المسافرين، كاين ديال تركيا، كاين لاغريش، كاين لاغريس، كاين مهم. وهنايا في هذه البلاصه هذه كما كتشوفوا هذه البياتزا هذه كاين داك ريستورانتي بيتزيريا بار جيلاتيريا، فيها كلش، كنمشيو ديما فين ما نجيو كنمشيو لعندو كناكلو تما، الماكله عنده زوينه وناس طيبين بزاف وكاين مأدبين يعني كيرحبوا ببنادم مزيان، ويعني كاين عندهم داكشي ديال هذا، بصراحه كلشي زوين. مهم ما نطولش عليكم الفيديو، نتمنى ان الفيديوهات المقبله ينالوا الاعجاب ديالكم، وحتى هذا الفيديو يعني يكون عجبكم وتشاركوا في القناه ديالي، ونتمنى لكم نهار مبروك، مع السلامه.